أدعو إدارة الجمارك للعمل على الإسراع بتطوير جهازها التنظيمي، وخاصة من خلال مراجعة كافة النصوص، بداية من قانون الجمارك والنصوص التطبيقية. فهذا ما سوف يؤسس طبعا للتغيير، التغيير الإيجابي الذي نحبذه والذي نرجوه جميعا، وخاصة المتعاملين الاقتصاديين. كما أسستم للرواق الأخضر بالنسبة لبعض الأولويات، فنتمنى أن يكون هذا الرواق الأخضر مخصص كذلك للمدخلات وللمواد الأولية، وهذا حتى نسرع بوتيرة إنجاز اقتصاد وطني متكامل مبني على استقلالية واندماج تام بالنسبة لاقتصادنا الوطني، وهذا ما يطلبه المتعاملون الاقتصاديون. فهناك مجهودات جبارة وكبيرة بذلت منذ فترة قصيرة من الزمن، ولكن نتمنى كذلك أن تأتي هذه المجهودات بثمارها من خلال التسهيلات ومراجعة النصوص التطبيقية. فالفارق سوف يحدث من خلال هذه المراجعة، فهناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا إلى الواقع المعاش، وخاصة متطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية. فكما قلنا، يجب من الآلف صاعدا على كل المؤسسات الجمهورية العاملة على مستوى المنافذ البحرية والبرية والجوية، المنافذ الحدودية كلها، أن تعمل بوتيرة 3 في 8 أو على الأقل 2 في 10، خاصة إدارة الجمارك، إدارة التجارة، وكذلك إدارة الفلاحة، وإدارة النقل، وشرطة الحدود. فلا فعالية اقتصادية للمرافق البحرية أو البرية أو الجوية من دون أن نكرس هذه الطريقة في التعامل من أجل إسراع بوتيرة الاقتصاد الوطني.